السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الكرام. هذه الفتاة التي ترونها أمامكم تبيع عصير قصب سكر في الشارع كما نتابع، وجاءها شاب وزوجته وطلبوا منها كاسة. طبعا اليوم كله مسكينة ما باعت إلا 4 كاسات كما نشاهد في الأعلى. يسألونها يقول كم سعر الكاسة؟ قالت 5000 روبية، يعني ما يعادل ريال ونصف سعودي. طبعا كان يسأل زوجته يقول له كم نعطيها، تقول له 100، وهو يقول له 200، وهي تقول له 3، وهو يقول له 400، والبنت تتابع مسكينة ما هي داري إيش السالفة. طبعا هم من باب جبر الخواطر قدموا لها مبلغ كبير جدا. شوف المبلغ الذي قدم لها 500,000 روبية، يعني ما يعادل 110 ريال سعودي، مبلغ كبير جدا على كاسة بريال ونص. شوف تسأل تقول من جد؟ يقول لها نعم، فيها تشكره وعيونها تفيض من الدمع، فعلا شوف تبكي فعلا لأنها غير مصدقة. طبعا هذه اللقطة، شوفوا بالذات هذه اللقطة كانت حديث السوشيال ميديا في اندونيسيا في الفترة الماضية، بكاء هذه الفتاة. وبدأت حملة على السوشيال ميديا بجمع التبرعات لشراء منزل لهذه الفتاة، وتم جمع مبلغ 155 مليون روبية، وتم شراء المنزل السابق في اللقطة الماضية. شوف يبي يسلمها صك المنزل، ما هي راضية، تقول كيف استلمه، من وين هذا، أنا ما عندي شيء. هم يقول هذا البيت لك، خلاص تم شراءه من قبل المتابعين وحملة على السوشيال ميديا. وشوف تسجد سجود شكر في منبر يقشعر له البدن فعلا، اللهم لك الحمد، فعلا الخير موجود يا جماعة الخير. طبعا ها هم يطلعونها على المنزل بعد أن استلمته، فهذه كلمة شكر لكل من ساهم، وفي النهاية فعلا الخير باقي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني فعلا أفضل صور جبر الخواطر.